نقدم إليكم وحدة تكييف الهواء الداخلية 360 كاسيت من سامسونج. في البداية لنتعرف معا على الفرق بين المكيف التقليدي وهذا الابتكار الثوري من سامسونج. التصميم التقليدي المربع الشكل يسبب انخفاض في تدفق الهواء بنسبة تصل إلى 25%، وغالبا ما يتراكم الغبار على الشفرات، كما أن تصميمه لا يساعده على توزيع تدفق الهواء بشكل متساو، مما يتسبب بتيارات هوائية مزعجة وشديدة البرودة من زوايا محددة، بينما يكون تدفق الهواء أقل بكثير في مناطق أخرى بسبب حاجب الرياح. لذا فكرت سامسونج بابتكار ثوري وعصري يساهم في إعادة صياغة معايير الجودة على مستوى قطاع التدفئة والتبريد. مكيف 360 كاسيت الجديد. تجمع وحدة 360 كاسيت بين الأداء المتطور والتصميم الأنيق، ما يجعلها تلائم جميع المساحات الداخلية وتساهم في تعزيز رونقها. يتمتع هذا المكيف بتصميم دائري أنيق من دون شفرات، ولأن سرعة التبريد ليست المعيار الوحيد لتكييف ناجح، يؤمن هذا المكيف تبريد سلس ومريح يتدفق بنعومة النسيم الطبيعي. كما يتميز هذا التصميم بمروحة تتحكم بتدفق الهواء لتجعله أفقيا، مما يعني أنك لن تعاني من التيارات الشديدة البرودة المزعجة بعد اليوم، بل ستتمتع بتبريد سلس ومريح. وتضمن تقنية موجه الهواء الدائرية التي طورتها سامسونج التحكم الدائم بدرجة حرارة الغرفة عن طريق توزيع الهواء بشكل متناسق ودائري بالكامل 360 درجة في كل الزوايا. سوف ينسجم مكيف 360 كاسيت بتصميمه الأنيق مع أي ديكور عصري، سواء كان في قاعة اجتماعات أو مكتب أو مطعم أو حتى فيلا. إنه المكيف الثوري الذي سيضفي لمسة من الأناقة إلى أي مكان ويمنحك أسلوب حياة أكثر راحة وسلاسة.